مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، بداية أسبوع جديدة وحلقة جديدة من برنامج إكسترا تايم. رح نحكي فيها اليوم عن أهم أخبار كرة القدم وبالإضافة أخبار مجموعة من الرياضات الأخرى. مساء الخير شباب. مساء الخير فرح. مساء الخير فرح. مساء الخير عليكم جميعا. لقاء منتخبنا الوطني أمام نظيره البحريني اللي سيقام يوم غد إن شاء الله، رح نخصص له جزء كبير بحلقتنا لهي الليلة، بالإضافة لجولة كأس العالم في محافظات المملكة. أكيد على الصعيد المحلي كمان رح نحكي عن استضافة نادي شباب لفحيص لبطولة الأندية العربية لكرة السلة للسيدات، وطبعا لنحكي أكثر عن هاي الاستضافة وعن النتائج وعن البطولة كلها اللي صارت. رح يكون معنا رئيس نادي شباب لفحيص السيد أيمن سماوي. مساء الخير سيد أيمن. مساء النور. أهلا وسهلا فيك، منورنا. شكرا سميح، يخلي عمرك. الله يسعدك. مساء الخير سيد أيمن. الله يعطيك العافية، رب منورنا بوجودك وضحكتك اللي من أول ما دخلنا وهي موجودة. شكرا. الله يخليك رب. حبيبي شكرا. من الفترة الأولى اللي استلمت فيها المكرمة الملكية بإنشاء صالة رياضية مغلقة، صحيح. وما شاء الله عم تستضيفوا الكثير من البطولات سواء كانت على صعيد كرة السلة الرجال أو السيدات. نعم. خبرنا أكثر عن هذا الموضوع. يا سيدي، بداية طبعا احنا يعني كل الشكر لجلال سيدنا على تبرعه بهذه الصالة، وبصراحة أحيت المنطقة عنا على صعيد الرياضات. احنا يعني أهل المنطقة إجمالا، ولا أتحدث عن الفحيص وعن ماحص وعن المناطق المحيطة، يعني بشغف إلى مشاهدة نجوم السلة سواء كان صعيد رجال أو صعيد السيدات. الحمد لله الله أكرمنا باستضافة 3 بطولات هذا العام. استضفنا بطولة غرب آسيا للسيدات، بعد ذلك استضفنا منتخبات الوطنية أيضا المؤهل لكأس التحدي الآن اللي حصير بإيران خلال الشهر الحالي، وآخر استضافة كانت عندنا اللي هي بطولة العرب اللي استضفناها بمنتصف هذا الشهر. احنا بسعادة كبيرة لأنه أدخلنا الفرح إلى جماهير ومحبي كرة السلة الأردنية ومحبي كرة السلة في منطقتنا تحديدا. كنا سعداء بتواجدهم الدائم، كان في حضور، يعني من شاهد المباريات كان يشوف الحضور الجماهيري الكثيف على هاي المباريات، فاحنا كنا سعداء بذلك. نتمنى كل مكرمات سيدنا اللي أعطيت للأندية وأعطيت للهيئات والمؤسسات أن تستغل بهذه الطريقة، لأنه أنا بعتقد العنوان الأساسي عند منح هذه المكرمات كان إعطاء المجال للشباب أن يبدعوا وأن يقدموا نفسهم. فإن شاء الله بنكون إحنا يعني بدأنا بهذه الرسالة، وإن شاء الله راح نستمر بالاستضافات وبتنظيم البطولات حتى المحلية، واستخدام الصالة أيضا لإنشاء المدارس الرياضية المختلفة. نعم. بالقدم أو بالطائرة أو بالتنس أو بالألعاب جميع الرياضات. نعم. إن شاء الله بالتوفيق سيد أيمن. وللحديث أكثر عن بطولة الأندية العربية لكرة السلة للسيدات، نستعرض التقرير التالي عنها. انتهت البطولة العربية 18 للسيدات لكرة السلة بفوز فريق البترول الجزائري بلقب البطولة، فيما حقق الفحيص لقب الوصافة وجاء فريق الصيد المصري في المركز الثالث. البطولة شهدت تنافسا كبيرا بين الفرق الأربع الأولى، وجمع كل فريق 10 نقاط خلال خوضه 6 مباريات، وتم الفصل بين الفرق المتصدرة بفرق النقاط المسجلة. البطولة التي استضافها نادي شباب لفحيص شهدت مشاركة 7 فرق، حيث مثل الأردن فريق لفحيص والأرثوذكسي، وشارك فريق البترول وحسين داي من الجزائر والصيد والأولمبي من مصر، في مكتفى تونس بممثل واحد وهو فريق جمعية جمال. انتهت البطولة بنجاح تنظيمي مميز، ويواصل نادي شباب لفحيص تألقه خلال استضافاته للبطولات الإقليمية، حيث نجح أيضا في السابق من استضافة بطولة غرب آسيا لمنتخبات كرة السلة. طبعا انتهت بطولة الأندية العربية بفوز فريق البترول الجزائري بلقب البطولة، واحتل فريق نادي شباب لفحيص المركز الثاني، وفريق الصيد المصري جاء في المركز الثالث. سيد سماوي، خلينا نحكي عن الناحية الفنية لهاي البطولة، برأيك كيف شفتها من بداية البطولة وحتى نهايتها؟ يا سيدتي، يعني من ينظر إلى النتائج، نتائج المباريات، بشوف أنه
باستثناء مباريات النادي الأولمبي المصري اللي جاءت مشاركته فقط من أجل المشاركة، وهذا احنا على علم بذلك. النتائج كانت جميع المباريات كانت تنتهي بفرق سكور أو سكورين أو أربع سكورات، وحتى الحسم بأكثر من ذلك كان يتم بآخر دقائق، دلالة على أنه الفرق اللي شاركت كانت مستعدة قوية، جاءت من معسكرات يعني كانت محضرة، سواء نادي الصيد أو البترول كانوا بمعسكرات تدريبية قبل البطولة وكانوا محضرين جيدا. بعتقد فنيا بشهادة الخبراء وبشهادة من كان موجود بالمباريات وشاهدها من أقوى البطولات العربية بالصعيد الفني، لأنه يعني كانت المباراة باقي لها، إحنا مباراتنا مع البترول متقدمين على البترول لغاية آخر 30 ثانية كان حوالي 7 أو 8 نقاط، بآخر 30 ثانية خسرنا فرق سكور يعني فرق نقطتين، وهن يمكن اللي خلينا نجيب هلا مركز ثاني، لأن احنا جبنا المركز الثاني فقط بفرق سكورين ونص ولا خمس نقاط، يعني بمجموع النقاط ما بين الفرق اللي تعادلت على المركز الأول الفحيص الصيد البترول وحسين داي الجزائري، تعادلنا بنفس النقاط لكن حسمت بفرق السكورات أفرقت بيننا وبين البترول على خمس نقاط. فكانت بطولة فنيا أنا بعتقد من أقوى البطولات اللي أنا يعني شاهدتها على صعيد كرة السلة سيدات عربيا. صدقا فرحة نادي البترول في البطولة زي ما احنا شفنا على الشاشة بتأكد أهمية هاي البطولة. صحيح. نقدر نحكي مركز ثاني لنادي شباب الفحيص، هل هو يلبي طموح الفريق؟ سيدي اولا احنا اذا بتنظر لنادي الفحيص، نادي الفحيص هو حديث التاسيس بلعبه كره السله. احنا السنه الماضيه استضافتنا الاخت سميحه قبل حوالي شهرين او ثلاثه بعد انتهاء بطوله الرجال اللي استضافها نادي الفحيص، فكنا نتحدث عن البطوله العربيه قلت لها احنا راح نكون على المنصه وسننافس وبوعد انه الجمهور يعني حتى بالمركز الاول، وبدأنا بالتخطيط من ذاك التاريخ. أنا تعاقدت مع اللاعبات المحترفات قبل شهرين أو ثلاثة، أحضرتهم لعمان قبل شهر للانسجام. لاعبات اللي في نادي الفحيص اللي مغتربات الموجودات بالخارج بأمريكا أو برومانيا أو حتى بدبي أيضا تم يعني استقطابهن للفريق قبل موعد مبكر حتى نرفع درجة الانسجام. احنا راضين كل الرضا، انا بعتبر نفسي حققت المركز الاول. هلا ترتيبيا ونتائجيا وعلى صعيد السجلات الرسميه البترول مركز الاول، نادي الفحيص مركز ثاني، بس نادي اسس قبل عامين فقط استطاع ان ينظم ثلاث بطولات خلال موسم. فزت على الصيد كان وصيف بطل السنه الماضيه، فزنا على حسين داي اللي فاز على الصيد وفاز على البترول آسف خسر، وفزنا يعني حققنا نتائج مشرفة. نعم. احنا راضيين كل الرضا، مبسوطين بأداء فريقنا، سنستمر. من يراهن انه نادي الفحيص، لا نادي الفحيص سيستمر بلعبة كرة السلة، واحنا الآن بصدد ايضا التجهيز ان شاء الله الى انشاء فريق رجال لكرة السلة بنادي الفحيص، لأنه نمتلك الصالة نمتلك المقومات. العامل المادي لن يقف عقبة أمام من يريد أن يحقق الطموح. صحيح. مثل ما تمكننا من أنه إحنا نحقق الدعم المادي لتنظيم هاي البطولات، أنتم تعرفوا بطولات عربية ثلاثة تنظمها نادي بدون أي دعم خلينا نقول رسمي بشكل معلن أو بشكل كبير، هذا يعني دلالة على إصرار إدارة النادي على أنه تستضيف وتحقق. فإن شاء الله سنستمر وبنوعد أنه سيكون نادي الفحيص يعني منارة لاستضافات رياضية قادمة سواء كانت بالسلة أو بالنشاطات الفردية اللي ممكن تستوعبها صالة إن شاء الله الفحيص. أكيد طبعا هذا يمكن الأندية الأخرى لما تشوف الإصرار والتصميم من نادي شباب الفحيص أكيد كمان هم رح يتشجعوا ويتحمسوا إن شاء الله، وبالتالي بترجع كرة السلة لما كانت عليه إن شاء الله. بدي أروح لموضوع المحترفات اللي استقطبهم نادي شباب الفحيص، هم تنتين أمريكيات. نعم. بالإضافة لاستقطاب روبي حبش. Yes. هل صحيح. حققوا المحترفات واللاعبة روبي حبش الفائدة اللي أو الهدف اللي هم يجوا علشانه على الفريق؟ بالتأكيد، يعني إحنا روبي بتعرف هي من أهم لاعبات كرة السلة بالأردن. أيضا إحنا عندنا لاعبات يعني بمستوى عالي مثل لاعب رشا عبدو، مثل
لاعبات أخريات. فاستقطاب روبي أكيد مكسب لكرة السلة سيدات بنادي الفحيص، ساهمت. احنا عارفين انه يعني كانت اول تجربة لها مع نادي الفحيص. كنا بنأمل احنا قبل البطولة انه يكون في مجموعة مباريات ودية حتى انت يعني تدخل الفريق بأجواء المنافسة، لكن يعني للأسف انتم بتعرفوا بالأردن يعني كرة السلة النسوية في نادي الفحيص ونادي الأرثوذكسي، نعم. ما في أندية تقدر تعمل، يعني ما فيش دوري أصلا، صحيح. بالأردن حتى تقدر تعمل، وأي مشاركة أو أي معسكرات خارجية فأنت بتضيف كلف، يعني أنت تجاوز 15 و20 ألف دينار، صحيح. وهي كلف يعني عالية، لأنه بالمناسبة إحنا يوم نظمنا البطولة العربية إحنا كان عندنا مهرجان الفحيص، مهرجان الفحيص خلص ب 12/8، إحنا دخلنا على البطولة العربية 15/8. التحضير للمهرجان بحتاج، مهرجان بالذات بده تحضير 6 شهور، فيعني حتى الدعم السبونسر يعني كان في عندنا صعوبة بهاي الفترة تحديدا، لأنه ما كانش في وقت تقدر تشتغل على سبونسر البطولة وعلى سبونسر، صحيح. للمهرجان. اللاعبات الأجنبيات طبعا فادن بشكل كبير. أليكسيس كانت يعني تلعب على رقم واحد، بس كانت لعبة مميزة باللحظة اللي كانت تحتاج انه هي يعني بين قوسين تتصرف بالملعب، كانت تأخذ القرار تتصرف وأفادت الفريق. اللعبة فيكي يعني كنا نتأمل منها أكثر من هيك، لكن صار عندها إصابة بمباراة تانية، مباراتنا مع البترول الجزائري، إصابة يعني دكمة قوية بمنطقة الرأس، لكن الحمد لله احنا يعني ما كانتش يعني شيء يعني يعيق اللعب، لكن بيأثر شوي على التوازن، عالجناها بأسرع ما يمكن. احنا راضيين كل الرضا عن 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 مشاركتهم، وايضا عن عن اداء الفريق بالكامل بشكل عام. انا بعتقد ما ميز نادي الفحيص الروح الجماعية اللي كانت موجودة بالفريق. خسر اول مباراة، بعد ما فزنا على الأولمبي خسرنا مباراة، الأرثوذكسي خسرنا مباراة البترول بفارق سكور، يعني الناس قالت خلص، لكن كان في إصرار وكان في تحدي وصلنا على الأول، يعني احنا جبنا أول لكن فرق السكور، فرق السكور يعني بالأخير بالضبط يعني 5 نقاط فرق السكور اللي هو خلانا طبعا نجي ثاني، واحنا مبسوطين جدا، وهذا إنجاز، يعني إنجاز. أنا بعتقد ما في فريق كرة سلة سيدات بالمشاركات الماضية حقق مركز ثاني خلال المدة القليلة بالبطولة العربية بسنة ونص سنتين، وما في دوري أردن، صحيح. يعني فيش دوري، احنا بتحكي عن دوري لبناني في 13 أو 14، الدوري المصري بتفاجأ انه في 18 فريق بالدوري المصري سيدات. احنا ونادي الأرثوذكسي فريقين يعني بنلعب مع بعض ونتنافس مع بعض، اكيد ما راح نحقق الفائده طبعا. اللي بتخلينا ندخل اجواء المنافسات العربيه بقوه، لكن يعني الاردني بعزيمته باصراره بالتحدي اللي دائما بمخيلته، نعم. بتمكن حقق، والحمد لله طموح. حققنا بالاصرار أكيد. حققنا اصرار وطموح، بس معلش راس اقطعك، وحضور جماهيري كان مثل ما ذكرت حضرتك انه كان الحضور الجماهيري كتير كبير خلال هاي البطوله. شوف احنا لعبه كره السله بالفحيص محبوبه، يعني بعتقد ما في بيت بالفحيص ما في بورت سله موجود، فالناس يعني بعشق للعبه. مباريات نادي الفحيص تحديدا كانت يعني المدرجات مليئه بالمتفرجين، وكنا حتى هاي يعني بهاي الدوره يعني احنا عملنا على اضافه مدرجات حول الملعب، وكانت ايضا يعني تستوعب الجماهير، فاكيد الجمهور كان العامل الاساسي، وخصوصا بالمباراه النهائيه مباراتنا مع نادي الصيد. نادي الصيد كان يعني هو المتصدر، هو الفائز بجميع مبارياته، وخسر مباراه بظروف يعني مختلفه، كانت مباراه قويه جدا، كان الصيد يعني الاقرب الى ان يحرز اللقب، لكن قلت لك اصرار اللاعبات، الجمهور اللي يعني شجع بطريقه يعني عظيمة، يعني حفزت اللاعبين وحفزت اللاعبات وحفزت الجهاز الفني، كان له مساهمة رئيسية، وحققنا المطلوب، يعني الفوز كان مهم، والمركز الأول أو الثاني كان مهم، الله أكرمنا بالثاني الأيام قادمة إن شاء الله. هلا بشهادة جميع البطولة لاقت يعني نجاح كبير على مستوى تنظيمي أو حتى على مستوى الإداري، شو الأسس اللي اعتمدتوا عليها لإنجاح هذه البطولة؟ يا سيدي يعني أنا بحب أحكي لك شغلي، نادي الفحيص يعني راكم خبرة تنظيم عمرها 27 سنة. احنا من ننظم مهرجان الفحيص، واللي بنظم مهرجان الفحيص بحضور يومي يصل الى 10,000 متابع لفعاليات المهرجان.
اكيد عنده القدره. من البدايه احنا يعني من لحظه ما اعلمنا ب بتنظيم البطوله من قبل الاتحاد العربي، يعني قمنا بالاجراءات اللوجستيه السريعه، من اولا تجهيز الفريق، حجز الاوتيلات والفنادق، تعاون شركه جت من خلال الباصات اللي تمكننا من انه نوجدها، اوجدنا البنيه اللوجستيه الجاهزه، لانه عارفين حالنا داخلين على مهرجان وعندنا شغل كثير بالمهرجان حتى ما يصير في عندنا اي شورتج. بنفس الوقت عندنا احنا فريق الاستقبال اللي ايضا راكم خبره من خلال المهرجان، يعني كان الاستقبال بالمطار على مستوى وبتسهيلات كامله. هون نشكر طبعا كل الاجهزه الامنيه اللي ساعدت معنا، بالاضافه لاخواننا بالجمارك كانوا متعاونين جدا مع كل وفودنا اللي اجت واللي كانت موجوده. شبابنا ايضا يمتلكون الخبره. كان التنظيم بالاوتيل، كان في عندنا يعني احنا دائما نوجد شخص دائم بالفندق، حتى بالتالي اي مشكله انحدثت يعني يتم حلها بشكل سريع. نظمنا الملعب بشكل يليق، نظمنا تدريبات، وفرنا كل ما يحتاجه اللاعب داخل الملعب، حتى وفرنا أطباء قطاع خاص بالإضافة لأطباء وزارة الصحة، وفرنا الدفاع المدني بأجهزته الكاملة، يعني مستشفى كامل داخل سيارة الإسعاف، داخل الإسعاف أو الدفاع المدني لا سمح الله. أمنا مستشفى حكومي، مستشفى السلط، كان يعني أرسلنا حوالي 4 حالات إصابات. نعم. ونحن من تكفل بهذا العلاج، لأنه يعني هذول ضيوفنا بالأخير. أكيد. فيعني بالأمانة يعني كانت شهادة الاتحاد العربي ممثلة برئيسه اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد الإماراتي وإخواننا كاملين بالاتحاد العربي، كانت إشادة رائعة بالتنظيم وبالمستوى العالي اللي ظهرت عليه البطولة. ويعني هذا يعني ليس بالغريب لا على الفحياس ولا على الأردن. أكيد. هاي الاستضافات والإكرام الضيف، لأنه هاي من عوايدنا اللي بنعتز بها. أكيد. طيب خلينا هلا نرجع شوي لبطولة غرب آسيا. طبعا نادي شباب الفحيص، هاي البطولة الأندية العربية مش هي الأولى اللي بنظمها. صحيح. باعتبار أنه نظم بطولات سابقة. صحيح. وكان نادي شباب الفحيص أول نادي بنظم بطولة. صح. غرب آسيا أندية. كيف كانت هاي الاستضافة سيدتي؟ أنا يعني إحنا في علاقة مع الاتحاد غرب آسيا أنشأت من نتيجة المشاركات المستمرة. وصل يعني أنا يعني في هذيك الفترة كنت موجود أنا أصلا ببيروت، لأنه كان في عنا شغل له علاقة مهرجان الفحيص، أنه البطولة ستذهب إلى إيران وستنظم بإيران. يعني أنا بادرت بتلك الفترة أنه ليش تروحوا أنت، يعني إيران على رأسنا وعينا، طب ما تيجوا عنا على الفحيص وإحنا جاهزين. صحيح. طبعا كان فينا تجربة ناجحة مع اتحاد غرب آسيا في خلال بطولة السيدات غرب آسيا، فتم الاتفاق على ذلك انه لا خلاص هي يعني وعمم انه تكون بالفحيص. بصراحه يعني منتخبنا الوطني بهمنا كلنا، ويمكن كانت لو مشارك بايران يمكن تكون ظروف المشاركه انه منتخبنا ما يتاهل الى كاس التحدي. نعم. لانه اكيد ببلدك بين جمهورك عند اهلك، منتخبنا تدرب بالصاله عندنا حوالي. نعم. شهر كامل، يعني افضليه للمنتخب. بالضبط. فالاتحاد غرب آسيا يعني تجاوب، هون مشكور طبعا الأمين العام الأستاذ جان ثابت على تعاونه بهاي المسألة، واستضفنا طبعا بطولة غرب آسيا. والمتابع لنتائج مباريات منتخبنا بيعرف أنه الجمهور اللي احتشد بالملعب سواء كان من الأردن أو من الفحيص، العزيمة، الدفع المعنوي اللي كانت مع الشباب كان لها دور رئيسي. طبعا بالإضافة أنا لا أنكر جهد الجهاز الفني والجهاز الإداري وكل من ساهم، بعتقد يعني نادي الفحيص ساهم. صحيح. ولو بلبنة بسيطة في تأهل منتخبنا لكأس التحدي، وهذا جزء من واجبنا نقدمه طبعا لمنتخباتنا الوطنية سواء كانت السلة أو غيرها. إذا هذا متاح احنا قادرين على تقديمه. نعم. نرجع مرة تانية على فريق كرة السلة السيدات. نعم. بشكل عام تحكي لنا سيد أيمن عن خططكم المستقبلية، وأكيد إذا في دوري راح يكون دوري نقدر نحكي كرة سلة سيدات، هل ستشاركون في هذه البطولة؟ يا سيدي، اولا احنا خططنا المستقبليه الان احنا بدانا بتشكيل اكاديميات لكره السله. جميل. للذكور للاناث عندنا باول دوره عدد المنتسبين كان 100 شخص. واو.
وهذا يعني رقم احنا مبسوطين منه، وإن حوالي شهر يعني مبلشين بالدوره، حتى بالتالي نتمكن من تشكيل فرقنا الرياضيه من خلال النادي والمشاركه بمباريات الفئات العمريه المختلفه. خططنا المستقبليه طبعا الاستمرار بالمشاركات. هنالك دعوات وجهت يعني للنادي، هنالك دعوه وجهت من نادي البترول الجزائري لاقامه معسكر تدريبي بالجزائر، وايضا نرحب ايضا فيهم اخواننا بنادي البترول، تربطنا معهم علاقات وثيقه انهم يكونوا موجودين عندنا ايضا بعمان، ونقيم مجموعه من المباريات وايضا نستضيفهم بمعسكر تدريبي. يعني هي الفائده بلشت اكيد نحكي هي علاقات الحمد لله علاقات. فلدينا طموح ايضا باستضافات قادمه لبطولات الاتحادات العربيه والاتحاد الاسيوي المختلفه على صعيد كره السله للسيدات وللرجال. ويعني لدينا طبعا طموح بمشاركات ايضا خارجيه. هنالك بطوله الشارقه، البطوله العربيه 3 اون 3 راح تقام بمدينه الشارقه بعتقد في الشهر القادم. احنا ابدينا رغبتنا بالمشاركه الاتحاد العربي بالمشاركه. الدوري الاردني يعني بدك تحكي عنه بمراره، يعني ما في دوري، يعني انا بدي اجي العب انا الارثوذكسي ثلاث مباريات ولا اربع مباريات ولا خمس مباريات، يعني ما في منافسه، يعني ما في يعني بالاخير يعني مش 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 هذا النوع من الدوريات اللي ممكن يطور واللي ممكن يقدم الكرة السلة النسوية الى مرتبة متقدمة. نامل احنا يعني نامل، وهذا يعني مش 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 باختراع الضرة، يعني بجهد بسيط ممكن انشاء اكثر من فريق على مستوى المملكة بدعم من الاتحاد. يعني انا بعرف انه انا لا اريد ان اصرف، انا بس بدي بين قوسين مشاركة فريق الفحيص ببطولة غرب ببطولة الاندية العربية اللي صارت بالفحيص كلفتنا 60,000، يعني ما بين اجنبيات وما بين اقامات وما رقم سهل، رقم انا ما بدنا نطلب احنا يعني، بس بالحد الادنى توفير الاساسيات بصير للانديه الاخرى اللي يعني قد تكون حديث التاسيس بخلي يصير في عندنا دوري قوي. بس احنا دوري على فريقين، يعني مش حنحقق الفائده. احنا واخواننا بنادي الارثوذكسي يعني بقدر العب معهم بكره انا وياهم، صح نسوي دوري لحالنا، بس يعني مش هذا الصح. مش هذا الصح. انا لا اقول لا اريد ان اشارك، لكن نحن نريد دوري قوي، نعم دوري طويل حتى اللاعبات يستفيدوا من الاحتكاك. احنا السنه الماضيه كان في ثلاث انديه لعبنا دوري اقل من شهر. طب انا بحضر للمعلومه، انا بحضر فريق سنه وعقودي موقعه مع اللاعبات لسنه ومع الجهاز الفني والاداري والطبي لسنه. طب بحضر عشان مباراتين؟ صحيح. يعني لولا احنا بنحب اللعبه وبنحب نطور فيها وبنحب نحقق نتائج، انا يعني مش مجبور اصرف على مدار العام مبلغ كبير وبالمحصله بدي العب مباراتين او ثلاثه دوري. نتمنى على الاتحاد الحالي وعلى الاتحاد القادم اللي راح يكون يعني انتخابات ما بعرفش باي فتره، انه يكون في اهتمام بالدوري سواء كان على حتى الرجال. يعني انا لاعبين المنتخب الوطني الرجال بتدربوا عندنا بالصاله ايضا بحكوا بمراره، يعني كمان الدوري اللي بيمتد لشهر، دوري الفئات العمريه بيمتد لاسبوعين او لاسبوع. طب احنا كيف نطور كره السله؟ كيف نرجع نروح كاس العالم مره ثانيه؟ وكيف نرجع على كره السله؟ يوم كان يقول لك الفريق الاردني اجى يعني البطل وصل، يعني الوصيف وصل، يعني المنافس الرئيسي هيو اجى. يعني كنت نطلع نشوف الفرق لما يجي منتخب الاردن يعني هالليلة انه يجي المنتخب البطل، يجي هذا اللي بينافس. فاذا بدنا نرجع للمربع هذا احنا بحاجه نبلش يعني نعمل دوريات قويه، بحاجه لدعم من الانديه حتى الانديه تقدر تشارك عندنا بطولات. كنا نطلع بطوله دبي الدوليه الفرق الاردنيه كانت تتبدع، كنا نطلع على البطوله العربيه يا اول يا ثاني سواء انديه ولا منتخبات. هلا مش عم نشارك من حيث المبدا ان شاء الله، نتمنى طبعا يعني احنا ان شاء الله انه دعم من الاتحاد وتتطور اللعبه اكثر واكثر وترجع لما كانت عليه. اكيد مشكورين نادي شباب الفحيص على جهودهم اللي قدموها في الاستضافات وعلى النتائج كمان اللي بحققوها، وان شاء الله منها للاعلى منها وبالتوفيق. سيد ايمن انا بدي اشكر حضورك معنا، وان شاء الله بنضلنا على تواصل لحتى نعرف اخر اخبار كره السله. انا يعني رؤية اكيد كل الشكر لها، انا بطلع مره ثانيه على رؤيه مع هذا البرنامج وانا سعيد ووجهك خير علينا. الله يخليك. لانه باللقاء الماضي حكينا على البطوله العربيه قلنا بدنا نجيب وعدنا متقدم. صح سيد ايمن، وحققنا نتيجه وعد فاوفى. فاحنا يعني بنشكركم على الاستضافه، وان شاء الله انه
دائما نلتقي مع بعض وبيكون في تواصل مستمر مع رؤية. هاي القناة اللي احنا بنعتز فيها وبنعتز بإدارتها وبطريقة عملها، فشكرا وإن شاء الله نتواصل دائما بإنجازات أكيد. للوطن وإن شاء الله دائما علمنا مرفوع. كل الشكر أستاذ أيمن. إذا نطلع الآن مع فاصل قصير، الفاصل الأول نرجع لكم. أهلا وسهلا فيكم من جديد ومكملين معنا معكم عفوا فقراتنا بحلقة إكسترا تايم. وهلأ خلينا نروح نشوف تقرير عن مباراة منتخبنا الوطني الودية مع نظيره البحريني التي ستقاوم يوم غد بالمنامة. لقاء ودي آخر يخوضه منتخبنا الوطني لكرة القدم أمام نظيره البحريني في المنامة غدا الأحد، ضمن التحضيرات الحالية للمشاركة في تصفيات كأس آسيا 2019. وأبدى المدير الفني المكلف بقيادة المنتخب الكابتن عبد الله أبو زمع عن رضاه عن النتائج الإيجابية التي تحققت في لقاء لبنان الأخير، حيث تم الكشف عن خامات جديدة ومميزة للاعبي المنتخب، وهو يأمل بأن تتواصل هذه النتائج الإيجابية خلال لقاء الغد أمام منتخب البحرين. وأنهى منتخبنا تدريباته اليوم بتطبيق الخطط التكتيكية المراد اتباعها أمام مضيفه البحريني الذي نجح في تحقيق فوز معنوي على نظيره السنغافوري بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة ودية دولية أيضا، كما سيعمل على مراجعة العديد من النقاط الفنية التي أفرزتها مباراة المنتخب ولبنان بهدف تصويب الملاحظات السلبية والتأكيد على النواحي الإيجابية. ومن المنتظر أن يزج المدرب أبو زمع عددا من اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء لبنان للوقوف على جاهزية مجمل اللاعبين المشاركين في المعسكر التدريبي. إذن أنهى المنتخب الوطني اليوم آخر تدريباته على ملعب الاستاد البحرين الدولي في البحرين. طبعا هذا التدريب زي ما حكيت هو التدريب الأخير لهم قبل اللقاء اللي سيقام مع المنتخب البحريني يوم غد. أكيد، وطبعا الجميع بانتظار نتيجة إيجابية للمنتخب الوطني في لقاء الغد، خصوصا وأنه ما قدر يحقق الفوز في لقائي قطر ولبنان الوديين اللي صاروا. وطبعا تحقيق الفوز في لقاء الغد رح يكون في له تأثير كتير إيجابي على معنويات المنتخب واللاعبين، خصوصا وأنه الكابتن عبد الله أبو زمع عم بشرك لاعبين شباب ما بيملكوا الخبرة الكتير كبيرة. صحيح، وكمان سميحة غير الناحية المعنوية أكيد الفوز بمباراة الودية بعطي منتخبنا بيتقدموا على التصنيف الدولي وبيجمعوا نقاط أكثر، وهذا إشي أكيد بيفيدهم بالمستقبل بالبطولات اللي رح يلعبوها. طبعا ومن المنتظر أن يقوم الكابتن عبد الله أبو زمع بإشراك اللاعبين اللي ما تم إشراكهم في مباراة المنتخب لبنان مؤخرا اللي أقيمت يوم الأربعاء. طبعا يعني هذا الهدف منه يعني تعزيز اللاعبين وأكيد تقويت او يعني نشوف انسجام اكثر بين اللاعبين. منتخبنا الوطني طبعا اكيد احنا نتمنى الفوز في هاي المباراه، وان شاء الله الفوز بيكون من حليفنا في هاي المباراه. راح يرجع اكيد زي ما حكت فرح وسميحة دائما راح يرجع الفائده على المنتخب، سواء كان يعني على المستوى التكتيكي الفني او حتى الانسجام او الكيمياء بين اللاعبين. صحيح. حديثنا مستمر عن كرة القدم، ولكن هلأ بدنا نحكي عن بطولة درع الاتحاد. لجنة المسابقات بالاتحاد اليوم اقرت موعد ومكان عفوا مباراتي النصف نهائي درع الاتحاد، نشوفها بتقرير التالي وراجعين. حددت دائرة المسابقات في اتحاد كرة القدم موعد ومكان إقامة مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة درع الاتحاد، ووفقا للتنسيق الذي تم مع المدن الرياضية تقرر تحديد الساعة 7 من مساء يوم الخميس الموافق 8 أيلول الحالي موعدا لإقامة مباراة الفيصلي والوحدات على استاد الأمير محمد بالزرقاء، فيما تقام مباراة شباب الأردن وسحاب عند الساعة 6 من مساء يوم الجمعة الموافق 9 من الشهر الحالي على استاد الملك عبد الله الثاني بالقويسمة. وينتظر أن تحدد دائرة المسابقات موعد ومكان إقامة المباراة النهائية للبطولة والمقررة في 16 من أيلول الحالي بعد التنسيق مع مدراء المدن الرياضية.
إذن لقاء الوحدات والفيصلي رح يكون على استاد الأمير محمد بالزرقاء في الساعة 7، ولقاء شباب الأردن وسحاب رح يكون في الساعة 6 من مساء الجمعة المقبل. طبعا سبب تأجيل اللقاءين هو طبعا ارتباط منتخبنا الوطني بمباريات الودية مع لبنان والبحرين، هذا هو كان سبب التأجيل. قرار الاتحاد بالزمان والمكان صدر، لكن الوحدات حتى الآن ما أعطى قراره النهائي باستمرار تعليق مشاركته أو استمراره بالمشاركة بالبطولة، وكلنا عارفين أن الوحدات قرر تعليق مشاركته على خلفية الأحداث اللي صارت بنهاية مباراته مع الرمثة. نعم، وأكيد نادي الوحدات راح ياخذ القرار النهائي فيما يخص تعليق مشاركته أو إلغائها يوم غد الأحد. وطبعا إحنا منطالب الجماهير مثل ما بنحكي دايما بأنه يتمتعوا بروح المعنوية العالية وبالتواجد بالمدرجات وتشجيع الفريقين بغض النظر عن أي شيء تاني، بدون أعمال شغب، بدون أي مشاكل، لأنه دائما الجمهور هو أساس كرة القدم، يعني دائما وهو اللي بيرفع معنويات الفرق ومعنويات اللاعبين وبيحفزهم. نتمنى على الجميع إنهم يحضروا ويستمتعوا بكرة القدم بدون مشاكل. خلونا نطلع هلأ فاصل صغير ونرجع نكمل معاكم حلقتنا. أهلا وسهلا فيكم الجديد، مستمرين معاكم بفقراتنا بإكسترا تايم. أقامت اللجنة المنظمة لكأس العالم للشبات جولة لكأس البطولة في عدد من المحافظات، نشوفها بالتقرير التالي ونرجع لكم. بهدف الترويج لبطولة كأس العالم للشبات التي ستفتتح منافساتها في أواخر الشهر الحالي، وصل كأس البطولة إلى مدينة إربد في أقصى الشمال، وهي إحدى المدن التي ستستضيف الحدث العالمي الأبرز والذي سيكون محط أنظار العالم على مستوى الرياضة النسوية. وتجمع عدد من الجماهير من كلا الجنسين لمشاهدة كأس البطولة من أجل التقاط الصور معها، بالإضافة لإقامة العديد من الأنشطة الرياضية وسط حماس وتفاعل جماهيري كبير. الكأس ستواصل جولتها في المحافظات بهدف تعريف الناس بالبطولة وأهميتها على المستوى الرياضي والسياحي أيضا، كونها ستجلب مشجعي الفرق 15 المشاركة بالإضافة إلى الأردن. إذن لفتة ممتازة من اللجنة المنظمة، لأنه جميل جدا إنه المحافظات وسكانها يتعرفوا على أهمية هاي البطولة، وهذا الإشي أكيد بشجعهم إنهم يحضروا هاي المباريات يعني، ولازم يعرفوا قيمة هذا الحدث العالمي اللي راح يصير بالأردن، لأنه بالإضافة لعمان عندنا محافظات إربد والزرقاء برضو راح تستضيف مجموعة من المباريات اللي راح تصير بالبطولة. فرح كمان طبعا الكل بانتظار هذا الحدث الأبرز اللي راح تستضيفه الأردن، هو حدث طبعا كتير كبير، وإشراك المجتمع المحلي يمكن بمثل هاي الفعاليات الترويجية والتشجيعية يعني هو نقطة بالاتجاه الصحيح. وبتخيل كمان إنه يحسب للجنة المنظمة لكأس العالم إنها عم بتحاول تشرك المجتمع المحلي وتعرفه أكثر على سواء المنتخبات المشاركة عن البطولة بشكل عام، فيعني بادرة كتير حلوة. يعني صدقا على الصعيد الشخصي ما بتخيل حالي يكون كأس العالم موجود عندنا في البلد وأحضر على التلفزيون صراحة. صح. يعني أقل شيء راح يكون متواجد في الملعب بدعم أيضا منتخبنا الوطني، كمان مش غلط نشوف باقي الصبايا يعني نشوفهم كيف بيلعبوا طابة. مظبوط، حلو التعريف عن لاعبات المنتخب، يمكن مش كتير ناس بتعرف منتخبنا الوطني للشابات، فهم عاملين حملة ترويجية كتير حلوة، بيعرفوا عن كل لاعبة إنه يعني سواء عن الجانب الشخصي من حياتها أو حتى الجانب يعني لعبها لكرة القدم. بالضبط. شغلة تانية حلوة كمان مثل ما حكينا يمكن قبل التقرير، إشراك الجمهور حلو، لأنه الجمهور يعتبر يعني ركن أساسي بعالم كرة القدم وبالبطولات ونجاح أي بطولة طبعاً. ومثل ما هو شعار البطولة إنه الجمهور هو اللاعب رقم 12، فأكيد إحنا بنتمنى من الجماهير جميعاً إنها تتواجد في هاي البطولة وتحضر جميع المباريات وتشجع منتخبنا الوطني للشبات. طبعاً الجولة أيضاً تضمنت العاصمة عمان، أقيمت يوم أمس هاي الفعالية الترويجية، نشوفها بالتقرير التالي ونرجع لكم.
وصلت اللجنة المنظمة لكأس العالم للشابات الترويج للبطولة، وكانت هذه المرة في العاصمة عمان بعد أن وصلت إلى إربد والزرقاء، حيث احتضن تاجمول الكأس الأغلى، رافقه عدد كبير من الجماهير التي حضرت لالتقاط صور ومشاهدة كأس العالم والتميمة أصيلة، بالإضافة لإقامة العديد من الأنشطة التي منحت الفائزين جوائز عينية وسط تفاعل كبير بين الحاضرين. نحن مع بدء العد التنازلي لاستضافة كأس العالم للسيدات بلشنا جولة كأس العالم. كأس البطولة عم بيجوب جميع أنحاء المملكة بالإضافة للمدن المستضيفة عشان يروج لهاي البطولة، وبأجواء مريحة راح على إربد، على الزرقاء وعدة مناطق بعمان. نحن بلشنا جولة كأس العالم من الزعتري، من مخيم الزعتري، لأنه إحنا بنآمن أنه كرة القدم هي للجميع، والمفروض الكل يمارس كرة القدم خصوصا السيدات. هلا حاليا بما أن احنا عم نستضيف بطولة كأس العالم للسيدات اللي هو الحدث التاريخي اللي كل الأردنيين لازم يكونوا جزء منه، إن كان بيشتغلوا أو بيشجعوا أو بدعموا النشميات في البطولة. كأس العالم ستواصل رحلتها في شتى أرجاء المملكة لتشجيع الجماهير على متابعة البطولة في أرض الملعب ودعم نشميات المنتخب في هذا المحفل الكبير، وإعطاء الجماهير معلومات قيمة عن أهمية البطولة للأردن على المستويين الرياضي والسياحي. إذا نرجع نأكد على جماهيرنا الأردنية العريضة ضرورة تواجدها على أرض الملعب، لأنه وجودهم كمان رح يعطي دفعة معنوية كتير كبيرة للاعبات منتخبنا، لأكيد نتمنى لهم كل التوفيق بهاي المسابقة. من كأس العالم للشابات خلينا هلأ نروح للكرة العالمية والأوروبية، وتحديدا اللقاء اللي جمع بين إسبانيا وبلجيكا بالتقرير التالي. في أول لقاء رسمي للمدرب الإسباني لوبيتيغي الذي عين خلفا لفيسنتي ديل بوسكي، التقى المنتخب الإسباني مع نظيره البلجيكي في لقاء ودي استعدادا لبدء مشوار التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018. الماتادور الإسباني افتتح التسجيل في الشوط الأول عبر لاعبه ديفيد سيلفا حين استغل الفوضى الدفاعية للمنتخب البلجيكي داخل المنطقة. في الشوط الثاني تكفل سيلفا بترجمة ركلة الجزاء التي منحت لمنتخب لاروخا إلى هدف في الدقيقة 62، محققا الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده، لينتهي اللقاء إسبانيا النتيجة وتطمئن الجماهير الطامحة بظهور مختلف عن الذي ظهروا به خلال يورو 2016، حيث سيلاقي الماتادور منتخب ليشتنشتاين يوم الاثنين المقبل ضمن المجموعة السابعة، بينما يواجه المنتخب البلجيكي نظيره القبرصي يوم الثلاثاء عن المجموعة الثامنة. إذن سيلفا يقود المنتخب الإسباني لفوز على منتخب قوي مثل منتخب بلجيكا، ولو أنها في مباراة ودية، لكن هذا الفوز كان هو الأول لمدرب المنتخب الإسباني مدرب الماتادور اللي هو جوليان لوبيتيجي. أكيد فراس، وهو فوز يحسب للمدرب الجديد، خصوصا أنه بواجه منتخب بلجيكا منتخب قوي وفيه عدد من النجوم مثل هازارد والحارس كورتوا، فيعني مدرب جديد يحقق الفوز، فإنجاز منيح وعلى منتخب بحجم بلجيكا طبعا. إذا فوز أول للمدرب الإسباني بتجربته الأولى مع المنتخب الإسباني، وكمان من أهم النقاط اللي ميزت هاي المباراة إنه غياب الحارس إيكار كاسياس لأول مرة من سنوات جدا طويلة عن المنتخب الإسباني. طبعا المدرب اللي هو لوبيتيجي اسمه غريب شوي، مش متعودين عليه زي ديل بوسكي القديم. يعني هو صرح إنه هاي المباراة طبعا مباراة مهمة لي كمدرب، أول مباراة لي، يعني طبعا هي المباراة الرسمية راح تكون إن شاء الله يوم الاثنين القادم ضد منتخب ليشتنشتاين. بشكل عام يعني شفنا المدرب بيتبع تقريبا نفس أسلوب المدرب السابق ديل بوسكي، وهو أسلوب الضغط العالي والاستحواذ. فكمان لازم نضيف شغلة، هاي المباراة يعني بالرغم أنها ودية لكن إصابة موراتا يا فرح، فيروس الفيفا متعودين عليه. يعني لو أنه الإصابة إجت في مباراة رسمية لسه الواحد بيحكي أنه ماشي الحال، بس المشكلة أنها مباراة ودية. خلينا نطلع فاصل أخير ونرجع لكم. الخير من جديد، مكملين معاكم حلقتنا لليلة، وهلأ رح نروح للجزء الأخير من حلقة اليوم. خلونا نشوف هالتقرير عن اعتزال روبي كين ومنرجع.
النجم الإيرلندي روبي كين أعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد مسيرة حافلة اختتمها النجم المخضرم بمعادلة رقم الألماني جيرد مولر بتسجيله 68 هدفاً كرابع أفضل هداف أوروبي على الصعيد الدولي. وسجل روبي كين هدفه الأخير في مرمى منتخب عمان. ويعتبر أسطورة إيرلندا روبي كين من أنجح المحترفين الذين شاركوا في أمريكا، حيث توج بلقب الدوري الأمريكي 3 مرات مع لوس أنجلوس جالاكسي أعوام 2011 و2012 و2014، وحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري سنة 2014. الجدير بالذكر أن روبي كين هو ثاني الهدافين التاريخيين لنادي لوس أنجلوس جالاكسي برصيد 100 هدف بعد دونوفان صاحب 134 هدفا بقميص الفريق. إذن مسيرة حافلة اختتمها روبي كين بطريقة جيدة ورائعة، إنه عادل رقم جيرد مولر كأفضل رابع هداف على أوروبا بتسجيله 68 هدف زي ما شفنا بالتقرير، هدفه الأخير كان ضد عمان. إذن روبي كين اللاعب الذي يسجل كالصاروخ ويحتفل كالرشاش، يعني هذا اللاعب اللي لمع بريقه في توتنهام أكثر من باقي الأندية، بالرغم من أنه كمان كان يذكرنا في نادي ليدز يونايتد، هذا النادي الذي كان يقارع ويعني كبار الأندية الأوروبية في دوري الأبطال، لأنه نقدر نحكي بذكر موسم 2000-2001، وأيضا أندية الدوري الإنجليزي. سنشتاق إليك يا روبي. نعم، إذن من روبي كين رح نروح للمنتخب الكولومبي اللي وصل إلى البرازيل لمواجهة منتخبها في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018. منشوف هالتقرير ومنرجع. حط المنتخب الكولومبي الرحالة في البرازيل استعدادا للقاء القمة الذي يجمعه أمام أصحاب الأرض ضمن الجولة 8 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا، حيث يحتل المنتخب الكولومبي المركز الثالث برصيد 13 نقطة، فيما يقع المنتخب البرازيلي المستضيف في المركز الخامس برصيد 12 نقطة. وينتظر المنتخبان تحقيق نتيجة إيجابية للبقاء على مقربة من فرق الصدارة الأرجنتين والأوروغواي، وكان منتخب كولومبيا تفوق في الجولة السابقة على منتخب فنزويلا بهدفين مقابل لا شيء، فيما نجح راقص السامبا من تحقيق فوز كبير على مضيفهم الإكوادور بثلاثية نظيفة. ويعول المنتخب الكولومبي على نجمه رودريغيز والمهاجم باكا، فيما تنتظر الجماهير البرازيلية مواصلة نيمار ورفاقه نتائجهم المميزة بعد فوزهم في ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو قبل أسبوعين. إذا مباراة قمة بمعنى الكلمة رح تجمع المنتخبين ورح تكون نارية، خصوصي أن كولومبيا بيحتل المركز الثالث برصيد 13 نقطة وبعديه البرازيل بالمركز الخامس ب 12 نقطة، يعني الفريقين رح يقاتلوا حتى النهاية ليصفروا بالثلاث نقاط. يعني كمان الأحسن من هيك أنه أخيرا شفنا منتخب البرازيلي في مباراة الأخيرة أمام الإكوادور بعد فوز 3-0، ومنتخب كولومبيا كمان قدم أداء. هل رح نحكي سميحة أنت أكثر على هذا الموضوع؟ أكيد، هم طبعا بالجولة الماضية كولومبيا حققت الفوز على فنزويلا بهدفين مقابل لا شيء، وكمان المنتخب البرازيلي فاز على الإكوادور بثلاثة أهداف. من كرة القدم صار الوقت هلأ نروح لفقرة إكسترا العالم وراجعين. إذن لمسيه مدرسة برشلونة، يعني هي أكثر من مجرد نادي كرة قدم، يعني بالفعل علمونا أنه
علموا أولادكم أن لا يفرطوا في فرحهم، أن يواسوا من تسبب في حزنهم. يعني بادر رائع جدا من هذول الأطفال. أنا تعلمت منهم الصعيد الشخصي، أتوقع كثير ناس يعني تفاعلت مع هاي، شفتي كيف مشاعر كيف عم بواصل بعض. طبعا أكيد دائما هاي الأشياء المؤثرة هي اللي الواحد بتعلم منها دائما. إذن لهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليلة. طبعا لقائنا بتجدد معاكم بكرة بنفس الموعد، استنونا وتصبحوا على خير.